جئتكم اليوم علنا نستطيع سويا أن نصنع مفهوما جديدا للحرية ووصفا دقيقا لما يسمى بساحة التحرير. فكل مكان نتنفس فيه الحرية هو ساحة للتحرير، وكل لحظة تنطلق فيها كلمة الحق مخترقة حواجز المألوف هي ساحة للتحرير. طبعا احنا كمكان ثقافي بنكون حريصين كل الحرص ان احنا نستضيف شعراء مهمين زي الدكتور عصام خليفة. طبعا هي أمسية بكل المقاييس مختلفة، لان هي بتجمع ما بين القصائد الملقاه والقصائد المصوره، وايضا داخل فيها عنصر المزيكا، لان معانا الفنان تامر فاروق عازف العود، وهي كلها طبعا اغلبها قصائد وطنيه. والقصيده الرئيسيه النهارده هي في ساحه التحرير، معانا قصائد عاطفيه وقصائد وطنيه، والمختلف زي ما بقول لك القصيده المصوره. احنا معانا قصيدتين مصورين، وده يمكن نوع جديد من الشعر ان يتعمل زي كليب للقصيده. طبعا ده بيثقل شويه من القصيده لانها بتبقى متشافه، وفي نفس الوقت في مزيكا مصاحبه للكلمات، فده بيأثر في وجدان المشاهد والمتلقي افضل. اني احبك اني احبك يا بلادي قلتها، وقذائف القناص ترقب مقدمي، اطلقتها علما بان مقولتي سيكون فيها مولدي أو مأتمي. والله هو المختلف النهاردة هو مفهوم في ساحة التحرير. بنتكلم على ساحة التحرير مش بس بمفهومها الجغرافي ولا بمفهومها السياسي، احنا بنتكلم على ساحة التحرير بمفهوم ساحة التحرير اللي جوانا، اللي بتبدأ من العقل والوجدان وبتنطلق لتمثل رؤية. يمكن أنا عايز أوصل فكرة الحرية بشكل عام، الحرية في الفكر مش بس الحرية في السياسة أو الثورة على نظام. مفهوم الثورة أنا بعتقد أنه أعمق بكثير من أن نحصره في ميدان التحرير. أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت باسمك يا بلادي فاعلمي، الآن أبغي أن أراقصك هنا في ساحة التحرير فلتتقدمي.